الكابتن محسن صالح والكابتن خالد بيبو، مع الكابتن أحمد شوبير، في الحلقة الأولى من استاد الأهلي والاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والسيراميكا كليوباترا في بداية مشوار المارد الأحمر نحو الاحتفاظ بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي وال15 في تاريخه. قلتها وأعيدها، الأهلي يستعد بالبطولات، هكذا هو الشعار. انتظرونا السادسة مساءً على قناة الأهلي.